اختر واحدا، هنا تجد الفواكه عليك أن تختار منها. تعال تعال اختر فاكهتك، ها هي فاكهتك، جرب أن ترسم. ها هي التي عليك أن ترسمها، هذا البرتقال، واحد اثنان ثلاثة، عليك أن ترسمها باستخدام قلمك. انظروا كل شيء انتهى. يا لها من فرحة، والآن دعونا نبدأ الرسم. أنا سأرسم أولا، دعني أخطر أولا، واحد اثنان، أخذت اثنين. معي الأحمر وأيضا اللون الأصفر، لا لا البرتقالي هنا. ضع اللون الأحمر ومعه الأصفر، امسك جيدا وانظر ما يظهر. صفق بيديك، واحد اثنان ثلاثة، شاهد لوحتي معلقة هنا. يا بيبي لقد فعلتها بشكل جيد. إذن مزج الأحمر والأصفر يعطي اللون البرتقالي. أنا سأكون التالي، دعني أختر لي، واحد اثنان، أخذت اثنين. أوه ليس صحيح، ليس متناسقا، لا لا الأرجواني هنا. قم بوضع الأحمر معه الأزرق، امسك جيدا وانظر ما يظهر. سأقوم برسم لوحتي، واحد اثنان ثلاثة، واو العنب الخاص بي يبدو جيدا. رائع، أنت على حق، مزج الأزرق والأحمر يعطي اللون البنفسجي. حان الآن دوري أنا، دعني أختر، واحد اثنان، أخذت اثنين. أوه ليس صحيح، ليس متناسقا، لا لا اللون الأخضر هنا. قومي بوضع الأزرق معه الأصفر، امسك جيدا وانظري ما يظهر. أنا أرسم فاكهتي، واحد اثنان ثلاثة، الأفوكادو الخاص بي جيدا جدا. رائع جميل، إذن مزج الأزرق والأصفر يعطي اللون الأخضر. يا أصدقاء لدينا ثلاثة ألوان أساسية، وهي الأحمر والأزرق والأصفر، سنحصل على جميع الألوان بخلطها.